الحجاب الشرعي كان تمنع كانت المرأة تمنع من الحجاب الشرعي في المدارس. والآن يسمح. مسموح الحمد لله. مسموح. وكذلك في مكان العمل. الآن العمل الحكومي الآن يسمح بالحجاب الشرعي. الحمد لله هذا نعمة. طيب أنت تريد توجه رسالة للمسلمين في العالم للدعاة إلى يعني واجب الدعاة تجاه كمبوديا. ماذا تريد منهم؟ أنا أريد يعني من المشايخ الذين لديهم القدرة أن يأتي إلى كمبوديا وعليه يأتي إلى كمبوديا لكي يشاركنا في الدعوة إلى الله. يعني الباب مفتوح الحمد لله. الباب مفتوح يعني. قد نقول يعني في كمبوديا أسهل من غير البلاد. سبحان الله. لكن زيارة الدعاة لكم قليلة أو كثيرة؟ طبعا في بعض المشايخ يعني سنة مرتين أو سنة مرة واحدة. يأتي. من أي دول؟ من السعودية. من السعودية أكثر شيء. الحمد لله. ومن قطر أيضا. نعم. ولكن على الرغم من هذا العدد يعني هذه المرات نريد مزيد. قليل مزيد. نحتاج إلى مشايخ. وأنتم أيضا لابد من الاجتهاد أنتم. وأنذر عشيرتك الأقربين يا رجل. نعم. الله يوفقنا وإياكم يا رب. آمين.